شوي خيوط مش مرتبه بس تمام. على درجه البكالوريوس وعلى درجه الليسانس نعم مرجعيات في المكتبه المركزيه اللي موجوده غالب في الجامعه، والمكان الانسب لها اتصلنا بهم ويستغلوا المبنى، وفعلا هو مبنى راهو ماهوش الجامعه جوه الخمسه غادي على اساس انه بيجوا هنا كما قال لكم حلوا المبنى مثلا في حاشيه ثلاثه قرن كامل يبقى اخترنا المواطن طرق أبي طارق تفضلوا خشوا خمسة كاترة عارفوني بيرخصوا غير معاش في ذهني كلام طيب. المبنى أساسا للصحة كويس من يشتغل طيب حتى لو ما يشتغل يرتبط من بلدية ترونة سرقتهم في جنوب طرابلس في الشركات العامة في مجلس البلدي السابق هو اللي هذا اسم مقاول اسم مش حاضر زي الفريق نصه عليه حتى اللي اعطيك الكلام مش شافه مهناش صح ولا منو حتى اللي اعطي الكلام هي تملك الكل لا تملك الكل الصحه الزراعه البلديه جامعه هي تملك الكل لا تملك الكل الصحه الزراعه البلديه جامعه ايوه فيش من الكلام هذا كله احنا بسم الله الرحمن الرحيم. عميد نور الدين مشعل مدير أمن ترهونة. نتخذ جملة حاليا من الإجراءات الموجودة بداخل المدينة متعلقة ببعض الإجراءات الأمنية فيما يخص بفيروس كورونا، وكان اجتماعنا اليوم أيضا اجتماع تمهيدي لاتخاذ بعض الخطوات التنسيقية بين المجلس التسييري والأجهزة الأمنية المشاركة معنا وأيضا المؤسسات المدنية. كان بخصوص الامتحانات اللي هو قرب امتحانات الجامعة بجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، كذلك فيما يتعلق بفيروس كورونا فيما يتعلق بالحظر الموجود، الجانب الأمني اللي في بالمدينة وفيما يتعلق بإجراءات مدينة مديرية أمن ترهونة. خطواتنا لحد الآن طيبة والحمد لله وفق الإمكانيات المتاحة عندنا، أو منقول لصعوبة وجود بعض الإمكانيات اللي ممكن قد توفرنا جانب عملي أو أمني يكون جيد في المستوى المطلوب، لكن الحمد لله وفق الخطوات الموجودة هذه وغيرها من الخطوات الأمنية الأخرى احنا نسير بشكل متوازي بخدمة للمواطن ومستريحين إن شاء الله، ودرجة درجة إن شاء الله وكل شيء المنتج كويس.